السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أصبحتم يا طلابي الأحباء؟ أصبحنا وأصبح الملك لله. اليوم لدينا درسا جديدا من دروس اللغة العربية، فهيا بنا يا أحبائي لننطلق في رحاب لغتنا الجميلة لنتعرف على حرف جديد من حروف لغتنا العربية. هيا بنا. بداية سنقوم بمراجعة الحروف التي تعلمناها في هذا الفصل الدراسي، فما عليكم إلا أن تقولوا لي ما اسم الحرف وما صوته، فلننطلق سويا إلى معرفة هذه الحروف. أحسنتم، من يقول لي الحرف الأول؟ ما هذا الحرف؟ أحسنتم، إنه حرف الكاف وصوته إك. الحرف الذي يليه، رائعين، إنه حرف القاف وصوته إق. أحسنتم، الحرف الذي يليه، إنه حرف الغين وصوته إغ، رائعين. الحرف الذي يليه، إنه حرف الهاء وصوته إه، أحسنتم. والحرف الذي يليه، إنه حرف الصاد وصوته إص، أحسنتم. الحرف الذي يأتي هنا، ما اسمه وما صوته؟ رائعة، إنه حرف الطاء وصوته أط. الحرف الذي يليه، إنه حرف الظاء وصوته إظ، أحسنتم. الحرف الذي يليه، إنه حرف الذال وصوته إذ. الحرف الذي يليه، إنه حرف الثاء وصوته إف. طلابي، أنتم حقا رائعين، أنتم حقا رائعين يا أول. بداية سوف أقرأ لكم قصة جميلة، أرجو منكم أن تستمعوا لي جيدا. كتبت ظلال رسالة لأخيها ظافر، ووضعت الرسالة في ظرف، ووضعت على الرسالة صورة ظبي جميل. كتبت ظلال رسالة لأخيها ظافر، ووضعت الرسالة في ظرف، ووضعت مع الرسالة صورة ظبي جميل. الآن يا طلابي، سوف أقوم بطرح الأسئلة التالية وعليكم الإجابة عليها. بداية يا أول، قبل كل شيء أريد أن أسألكم سؤال. ما اسم الفتاة التي كتبت الرسالة؟ ما اسم الفتاة التي كتبت الرسالة؟ ما اسم الفتاة التي كتبت الرسالة؟ يلي يا أول، ما اسم الفتاة التي كتبت الرسالة؟ أحسنتي، اسمها، اسم الفتاة